بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنحمي الحمام بتاعنا حموم جماعي. ان شاء الله المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحمي بيها الحمام خل ابيض، خل تفاح اهو زي ما احنا شايفين، وشوية ملح اللي هم ما يعادل حوالي معلقتين ملح، وهنضيف عليها دلوقتي برضو الاكتوموسرين بنسبة معينة بحيث ان الحمام لو شرب ما يتضرش معانا ان شاء الله. طبعا عايزين نقتل السوس بتاع الريش، الدبانة، الحشرات اللي هي بتبقى متواجدة داخل جسم فرد الحمام بتاعه. عايزين طبعا نقضي على الحاجات دي كلها لان دي فعلا بتقلل من الانتاج. يلا بينا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا دلوقتي مع بعض ونشوف هنعمل النسب بتاعتها ازاي. ده كده يا جماعة خل التفاح بتاعنا، نجيب بقى الغطاء اللي هو بيبقى في علبة الدواء ده كبير وفي المقدار بتاعه بيبقى معمول زي شرط كده. هبدأ ان انا افضي خل التفاح بالطريقة دي كده يا جماعة مع بعض. احط حوالي غطيين، انا حاطط هنا حوالي جردلين مية داخل الطشت بتاعنا ما بملهوش للاخر عشان فرد الحمام بتاعنا ما يختص. هبدأ ان انا احط غطيين من خل التفاح بالطريقة دي كده اهو مليانين على الاخر. نفس الحكاية برضو غطيين من خل الابيض اهو، حطيت غطيين بقى او ثلاثة مفيش اي مشكلة. يعني لو حطيت من الخل ده او من الخل ده مفيش اي مشكلة. انا جايب هنا حوالي ثلاث معالق كبار ملح، هفضيهم بقى بالطريقة دي كده وابدأ اقلب الكمية بتاعتي. انا طبعا هسيب الحمام بتاعنا دلوقتي يبدا ان هو ينزل في الميه ومش هحط الاكتوموسرين في الوقت الحالي. فانا لو هحط اكتوموسرين ممكن ان انا ابدا بكميه بسيطه جدا بحيث ان الفرد لو شرب ما يتضرش برضو معانا، عشان الاكتوموسرين يا جماعه لو لوحده او ان انا مليت الميه منه زياده او التركيز بتاعه عالي ممكن اضر الفرد بتاعنا. فانا ممكن ان انا احط نص غطا واحد بس بالطريقه دي كده اهو، مش هامله طبعا الغطا بتاعي اهو كده يا جماعه. لو الفرد بتاعنا شرب مفيش فيه اي مشكله، مش هيضر صدقني الحمام بتاعنا، وعن تجربه مش بقول لك اي حاجه. نبدا بقى كده نسيب الحمام بتاعنا ونشوف ان شاء الله يستحمى ازاي. بدأ الحمام كله ينزل، ادي الفرد الثاني. درجة الحرارة طبعا بتبقى عالية جدا على الحمام بتاعنا وخصوصا في اليومين دول، لازم ان احنا نرطب على جسم فرد الحمام بتاعنا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسحب الحرارة من جسم فرد الحمام بتاعنا هو خل التفاح والخل الابيض. برطب على فرد الحمام بتاعنا، بقتل كل الحشرات او بقضي على كل الحشرات اللي هي في جسم فرد الحمام بتاعنا، اذا كان سوس الريش او الدبان اللي هو طبعا بيبقى منتشر في فصل الصيف خاصة، وده طبعا من اهم اسباب مرض الجدري السوس الريش والحشرات اللي هي بتبقى في جسم فرد الحمام بتاعنا. طيب بقى عندنا الحمام اللي هو داخل السلكات، تعالوا بينا بقى نشوف هنحميه ازاي، نشوف مع بعض طريقة حموم الحمام اللي هو الفردي. ورجعنا لكم تاني يا جماعة، هنحمي بقى الحمام اللي هو داخل السلاكة بنفس التركيبة هي، وهنحط معاها طبعا الاكتوموسرين، هنزود عليها الاكتوموسرين. طبعا حطينا خل التفاح، نحطه قدامكم تاني اهو داخل الجردل بتاعنا، ادي خل التفاح طبعا بملى الغطا ده اهو كده يا جماعة، غطيين برضو خل التفاح معاهم برضو نفس الحكاية غطيين من الخل الأبيض بالطريقة دي كده. يا جماعة ونحط بقى الأكتوموسرين بتاعنا، هنحط غطيين بالظبط من الأكتوموسرين. طبعا اتقل درجته، كانت طبعا الإزازة دي أكبر من كده وكانت بخمسة جنيه. الإزازة دي بيجيبها من الصيدلية البشرية يا جماعة، أكتوموسرين بشري تمام أهو، اكتوموسرين بشري. العلبه بتاعته ايه؟ طبعا كلنا عارفينه ولكن حابب بقى ان انا اوريه لكم. علاج فعال ومأمون للاستعمال في الجرب والهرش والحكه، تمام؟ ده طبعا اكتوموسرين بشري بجيبه من الصيدليه البشريه، كان ثمنه حوالي 5 جنيه، دلوقتي 28 جنيه. تمام كده يا جماعه، الازازه ايه؟ بحط منها غطيين بالطريقه دي كده على الجردل بتاعنا.
اللون طبعا هيختلف وهيبقى ابيض اهو. وهنقرب الكاميرا ان شاء الله نشوف كل حاجه كده مع بعض اهو. وانزل الفرد بالطريقه دي كده داخل الميه، وابدا ان انا امسك حوالين الحويصله بتاعته والجناحين اهو بالطريقه دي كده، احط وادعك داخل الميه اهو كده يا جماعه. وادي الريش بتاع فرد الحمام بتاعته كانه استحمى هو بنفسه بالظبط. وامسك كده حوالين الاصعه برضه، احاول ان انا اغطسها. وادي الفرد اهو تمام كده يا جماعه. هنقتل كل الذباب طبعا والحشرات اللي هي داخل الريش بتاع الفرد اهو. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ادي الحشرات، ادي الدبانه بدات تظهر. الدبان ده طبعا مزعج جدا للحمام بتاعنا. في طبعا بعض حمام كنت انا جبته بصراحه في اليومين اللي فاتوا دول، دخلته على الحمام بتاعي كان مليان كميه دبان، فاضطريت ان انا بقى اعمل موضوع الحموم ده بايدي بالطريقه دي كده اهو. طبعا لو انتشر معانا في المكان هيبقى لنا الحمام بتاعنا لا هتشوف انتاج ولا هتشوف اي حاجه. وادي الفص بعده، فص البخورة. الحمام الابيض ده طبعا بيظهر فيه اي حاجه او اي حشرات. ادي القص البخورة برضو بنفس الطريقه، هبدا ان انا احميه اهو. وادي القصعه بتاعت الفرد، وامسك فرد الكولة بتاعته. لو غطس منك عادي جدا مفيش فيه اي مشكلة يا جماعة اهو. اي فرد بقى تحتيه زغليل، تحتيه اي حاجة مفيش فيه اي مشكلة. ادي الجناح بتاع الفرد، وادي الجناح التاني. ادعك تحت الفرد كده كويس جدا. وادي القصعة. هكمل بقى بقية الحمام بالطريقة دي كده إن شاء الله. وادي الخصوص اللاحم، طبعا اللحم مزعج شوية. بص بص الفرد دي النتاية على كده، بص قلق عصبي جدا غير الحمام طبعا بقية الحمام. كل اللصوص دي تحتها بيضة يا جماعة مفيش فيها أي مشكلة أهو. النتاية طبعا رقد على الحصى بتاعها عادي جدا، لو طلعت على البيض بتاعها مش هتعمل أي حاجة ومش هتأذي البيض، بالعكس طبعا هترطب على البيض من درجة الحرارة اللي هي العالية وهتساعده على الفأس وما يحصلش كابس بيض. زي ما احنا شفنا كده طبعا الدبان اللي عمال ينزل في المية، والدبان وطبعا لصوص الريش ده هيقتلوا ان شاء الله الاكتوموسرين اهي والحشرات بتاعتنا اللي هي داخل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ده الدبان اللي هو نازل من الحمام بتاعنا اهو. في قصوص طبعا مليانه دبان، ده مؤذي للحمام بتاعنا، مش هيخلي فرد الحمام بتاعنا يقعد كويس على الحصى بتاعنا، هيكسر البيض. دي حاجات من اللي احنا بنشتكي منها، يخلي جسم فرد الحمام بتاعنا ضعيف باستمرار. لو شلنا الحاجات دي كلها صدقني كل الحاجات دي اهي. في سوس ريش طبعا زي ما احنا شايفين اهو داخل الريش الابيض. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، حمينا الحمام بتاعنا كله حتى الزغاليل. الزغاليل اهي يا جماعه غرقناها، ان شاء الله هتنشف طبعا درجه الحراره عاليه. الزغاليل برده بيبقى فيها نسبه من الدبان. وادي الحمام بتاعنا كله واقف الحمد لله، نفض نفسه بالطريقه اللي احنا شايفينها. كل الاسوس اهي الحمد لله حميناها، وحمينا الحمام نظفناه من سوس الريش من الدبان. كل الحشرات دي صدقني لو طلعتها هيبقى في عندك زياده في الانتاج، مش هيبقى في بيض لا بيتكسر بقى زي ما انا قلت كده ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشتكي منها. الجدري ده سببه برضو الحشرات. طبعا احنا في فصل الصيف لازم نعمل الموضوع ده مره حتى لو كل 15 يوم. دي كده يا جماعه بتكون نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.